كم أحس بعظمة الوالدين وأنا أنطقها. هي أولا وصية من رب العالمين بالإحسان إلى الوالدين، ما هي مسألة خيارات تنقي منها ما يناسبك أو ما لا يناسبك ترميه. ربنا العظيم المحسن يقول: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. يذكر الإنسان هو يوصي بأن أمه حملته كره ووضعته كره، ويذكر بمدة حمله وفصاله حتى يقول له هذا سبب إحسانك لوالديك. احسن للوالدين يحسن أبنائك إليك. لأن كم شهدنا وسمعنا قصص أساء فيها أبناء إلى والديهم، بل وصلوا إلى حد ضرب والديهم، والنتيجة دارت الأيام عليهم وجازاهم بعض أبنائهم بنفس الجزاء بعد الزمن وقصر. يلاقي من زرع ثمرة زرعه، زرع خير أو زرع شر. وللأسف الابن قصير النظرة المغتر بنفسه ما يفتح عقله على القادم من الأيام، رمى وراء ظهره فضل أمه عليه وحملها وشقاها وسهرها وقلقها عليه. الحين كبر خلاص أصبح عريض المناكب مفتول العضلات يطولها بقامته، بل إنه بدأ يفضل عليها إنسانة ما لها فضل عليه ويناديها بأجمل الألقاب ويوصفها بأحسن الصفات. هذا إنسان متصنع في مشاعره، مزيف في أحاسيسه. لا يمكن الاطمئنان للعيش مع إنسان لا يحسن لوالديه. الإحسان للناس يبدأ من الإحسان مع الله. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تره فإنه يراك. رقيبك هو ضميرك مع ربك، اتقن في كل أفعالك واجعلها لله. ثم الإحسان للوالدين.